سالي، يعتقد البعض أن التهاب المفاصل يصيب الكبار بالعمر فقط، لكن الحقيقة أنه يصيب الأطفال أيضا، وهو من الأمراض الشائعة والمزمنة عند الأطفال. لمعرفة المزيد عن هذا المرض معنا الدكتور بشير خليل، اختصاص أمراض مفاصل وروماتيزم ومناعة ذاتية عند الأطفال. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم جميعا، يسعد صباح جميع المشاهدين على الإخبارية السورية. أهلا وسهلا فيك دكتور. كنا هيك عم بندردش تحت الهواء كثير من التفاصيل، يمكن اكيد نحن انت حضرتك حتجاوبنا عليها وتجاوب كل اللي عم يحضرنا. بدايه خلينا نعرف اول شيء عن التهاب المفاصل عند الصغار والفرق بينه وبين الشخص البالغ او الشاب. هلا مثل ما ذكرت الانسه، هو عباره عن التهاب مفاصل مزمن، يعني بدنا على القليل يكون المفصل مصاب اكثر من 6 اسابيع. نعم. اللي بدنا نحكي عنه هو التهاب المفاصل الاساسي الشبابي، يعني اللي بيصيب الاطفال تحت ال 16 سنه. هلا في عده فروقات بينه وبين التهاب المفاصل عند الكبار. الفرق الاساسي الاول انه عند الاطفال يمكن مع تقدم العمر انه تزول او تخف الاعراض، بينما عند الكبار ممكن يكون مع الوقت تضل الاعراض لفتره طويله كثير. الشيء المهم الاكثر هو عند الاطفال بيأثر على نمو العظام. نعم. والنمو عند الطفل بشكل خاص، فبيأثر على وزنه، بيأثر على طوله بشكل كثير كثير كبير. والنقطه الثالثه انه النمط او التشابه، خلينا نقول النمط اللي بيشبه عند الكبار هو النمط اللي بنسميه ايجابي العامل الرسياني او الروماتويدي. هذا النمط بيشبه كثير الموجود عند الكبار بشكل خاص. أكيد. هذا اهم شيء. أكيد دكتور، من الأعراض هو مثلا الألم، التورم، عدم القدرة على الحركة عند الأطفال، وإذا ظهر قبل 16 عام قبل 16 سنة وبيبقى مثلا لست أسابيع وأكثر. خلينا نحكي أكثر عن هالأعراض وكيف الأهل فيهم يميزوا، هل هالمرض بيختلف عند الأطفال ولا نفسه بيجي عند البالغين ولا شو الفرق بيناتهم؟ هلا بالنسبة للأعراض، في عنا خلينا نقول أعراض مفصلية وأعراض خارج المفصلية. طبعا الاعراض تختلف حسب الانماط اللي بدنا نحكي عنها. هي عند الاطفال في شغله كثير مهمه تختلف عن الكبار، هي الانماط. عند الكبار هو نمط واحد اللي بنسميه ايجابي العامل الرسياني، بينما عند الصغار على الاقل في 7 انماط اساسيه. فبالاعراض هو الاصابه المفصليه بتتظاهر بالم مفصلي ممكن يشوفه الاهل، بتورم مفصلي، باحمرار بالمفصل، وتحدد بحركه المفصل. وكذلك بيختلف الأعراض حسب المفصل المصاب. إذا كان إصابة بالركبتين مثلا أو بالوركين أو الكاحلين ممكن يتظاهر بعرج، إذا ظهر بالطرفين العلويين ممكن يتظاهر بعجز حركي. ويختلف كذلك الأعراض حسب عمر الطفل. الطفل اللي تحت السنة اللي ما بيعرف يحكي ممكن يكون ألم أثناء تلبيس الثياب أو تشليح الثياب بشكل خاص. هي الأعراض المفصلية بشكل خاص. في عنا أعراض بنسميها دكتور الطفل الصغير مثل ما عم تحكي، الرضيع اللي ما بيقدر مثلا يحكي شو هو وجعه، الأهل كيف بدهم يعرفوا إنه هذا الطفل مثلا ماله مبروء أو مخلوع كتفه أو إيده وكذا، وبين التهاب المفاصل يعني؟ تمام. هلا هون دور إنه الأهل ينتبهوا إنه في عنده عرض، مجرد ما رفعنا له إيده أو حركنا له إجره أو طرف عم يبكي، أو في تورم واضح، أو إنه الأم ما عم تقدر تفرد له إجره أو تفرد له إيده المفصل او رقبته، او ما عم يقدر تفتح تمه مضبوط اذا كان لفتره طويله انصاب المفصل الفكي الصدغي مثلا. هون بينتبهوا وهن بيعرفوا اذا في قصه رد ولا ما في قصه رد. واحيانا دور الطبيب بقى يميز بالفحص السريري اكمالي. هي النقاط الاساسيه اللي بتدفع الاهل لانه يراجعوا الطبيب. فالاعراض فعلا تختلف حسب العمر. هي الاعراض المفصليه بما انه هو اسمه التهاب مفاصل، لكن في عنا اعراض خارج مفصليه وكذلك بتختلف حسب النمط. يعني مثلا ممكن الجلد يصاب مثل بالنمط اللي بنسميه داء ستيل، ممكن يصير طفح جلدي، ممكن يصير حراره عاليه، يعني اعراض جهازيه، ضخامه عقد بلغميه بالعنق او بمناطق اخرى، بالاضافه للضخامات الحشويه، ضخامه الطحال، ضخامه الكبد، ممكن يظهر بشحوب يعني بفئر دم. انماط ثانيه مثل اللي بنسميه التهاب مفاصل الصدافي، يعني اللي عندهم صدفيه او صداف ممكن يتظاهر عندهم التهاب مفاصل، او حتى يظهر التهاب المفاصل قبل ما يظهر المرض الجلدي اللي هو الصداف. ممكن تصير اصابه قلبيه ببعض الانماط مثل داء ستيل، ممكن اصابه رئويه، والاصابه العينيه بانماط مختلفه منه اللي ممكن نسميها يوفايتس او التهاب قميص عضلي وعائي، تظهر بالم بالعين احيانا عند الاطفال اقل من الكبار، احمرار بالعين او اعراض موضعيه او حرقه بالعين، فممكن يترافق مع بعض انماط التهاب المفاصل.
اللي بدنا نذكرها من الانماط هي على الاقل 7 انماط، يعني النمط اللي بنسميه النمط الجهازي اللي هو داء ستيل، هذا اللي بتظهر باعراض جهازيه وصاخبه، هذا اغلب الاهالي بيضطروا انه يراجعوا الطبيب لانه اعراضه ما بتسمح لهم الا يراجعوا، لانه الحراره العاليه موجوده، الطفح موجود، الالم موجود، التعب الشديد موجود. اما الانماط الثانيه مثل قليل المفاصل وعديد المفاصل ايجابي العامل الروماتويدي او الرسياني وسلبي العامل الروماتويدي، وفي عندنا التهاب المفاصل الصدافي، التهاب المفاصل المتعلق بالتهاب مرتكزات الاوتار، وفي عندنا بعدين النمط الاخير هو النمط غير المصنف وقت ما بنلاقيه ضمن اي صنف او انه بيجمع اعراض من اصناف مختلفه بنحطه ضمن غير المصنف. اذا تختلف الاعراض حسب الانماط وحسب العمر مثل ما حكينا. نعم، يعني خلينا دكتور ننتقل لغير انتباه الأم وقت تنتبه له الأم للطفل سواء كان رضيع أو أكبر شوي وتاخده عند الدكتور، هل الفحص السريري هو قادر يكشف الروماتيزم ولا تجرى بعض التحاليل الدم طبعا لنعرف نحن الأنماط اللي ذكرتها حضرتك؟ سؤال كتير مهم وحلو. هلا مهمة الطبيب بعد شكوى الأهل أنه يفحص الطفل بشكل كامل، يتحرى جميع المفاصل وبالإضافة لجميع المفاصل كمان الأجهزة الأخرى، العين، العقد، البطن والقلب، يتحرهم بشكل كامل. والدرجة الأساسية المفاصل، لأنه يعني في بعض الأنماط منه مثل داء ستيل ممكن التهاب المفاصل ما يتظاهر بالبداية، يتظاهر بالأعراض اللي هي الحرارة والطفح. بناء عليه بيحدد الطبيب شو هو النمط، وبناء على تحديد النمط ممكن يطلب تحاليل مخبرية. مو كل الأنماط مثل بعضها، يعني مثلا ممكن يفيدنا تعداد الكريات البيض، يمكن يفيدنا ما نسميه المشعرات الالتهابية اللي هي سرعة تسفل CRP اللي ممكن ترتفع ببعض الأنماط مثل داء ستيل مثلا، بالإضافة إلى تحاليل أخرى قد نطلب صورة بسيطة للمفصل أو إيكو للمفصل، ممكن أنه نطلب تحاليل مخبرية أخرى لنفي الأسباب الأخرى الإنتانية ولا الورمية لأنه ممكن تتشابه مع هذا النمط مثلا. أما الأنماط الثانية اللي هي قليل المفاصل عديد المفاصل، في تحاليل نوعية مثل شيء بنسميه الضاد خاصة مثل أنا بالقلق المناعي مثلا أو العامل الروماتويدي بين قوسين الرثواني، هذا ممكن بعض الأنماط يكون إيجابي بعض الأنماط الأخرى يكون سلبي، الأنتي سي سي بي يتليه فيما بعد إذا كان إيجابي. إذا في تحاليل نوعية لكل النمط. نعم. التحاليل هي الغاية منها تنميط هي الأنماط اللي حكينا عنها، وضع الطفل تحت نمط معين من هي التهاب المفاصل. أكيد. نعم. دكتور خلينا نحكي عن العلاج، شو ممكن يكون العلاج، وخلينا نحكي التمارين الرياضية شو ممكن تفيد الطفل والعلاج الطبيعي. تمام. هلا الغاية من العلاج الأساسية هما يا أما إبطاء الأعراض أو إيقاف الالتهاب بشكل خاص، يا نبطئ الالتهاب أو نوقفه، نحافظ على المفصل أنه ما يتأذى لأنه هذا المرض هو مخرب للمفصل إذا ما تعالج، ممكن يصير تخربات وتحددات بحركة المفصل. الشغل الثاني المحافظة على وضعية وظيفية للمفصل إذا ما قدرنا، يعني مفصل ملتهب في تحدد لكن على وضعية وظيفية خاصة يقدر الطفل أنه يمارس في حياته. الشيء الثاني من الهدف من العلاج هو أنه المدى البعيد تأثيرات التهاب المفاصل على الطفل على المدى البعيد أنه نحافظ عليها بأدنى حدودها. والهدف الأسمى من العلاج بشكل خاص هو إحداث الهجوع للمرض، أي أعراض بأقل وبأدنى درجاتها أو بدون أعراض إطلاقا. فمن هون ننطلق للعلاج، بتبلش العلاجات من أدنى درجات العلاج إلى أعلى درجات العلاج حسب تسلسل في بروتوكولات خاصة بكل نمط. قد تبدأ بما يسمى مضادات الالتهاب غير استيرويدية اللي من مشان يعرف الناس مثل البروفين مثلا، ممكن ننتقل للكورتيزون سواء موضعي أو ممكن يكون عن طريق الفم او ريدي او ممكن يكون حقن ضمن مفصل الاسترويدات القشريه، وننتقل للمرحله الثانيه هي معدلات الادويه معدلات المرض على راسها الميتوتريكسات. في حال عدم الاستجابه ممكن ننتقل ما يسمى الى العلاجات الحيويه او البيولوجيه التي تنطوي تحت عده انماط، اشهرها هي الانتي تي ان اف وانتي انترلوكين 6 وانتي انترلوكين 1. هذه العلاجات مو بالضروره تكون وحيده، ممكن تكون مجتمعه، ممكن تكون متفرقه حسب درجه المرض، شده المرض وهجمات المرض بشكل خاص. اما فيما يتعلق بالنسبه للرياضه والممارسات الرياضيه، اذا الطفل قادر أن يقوم ببعض النشاطات ما في مانع إطلاقا أن يقوم فيها، لكن عادة بهجمة المرض وإذا كان في فعالية بالتهاب المفاصل
يجب عدم إجباره أو تحديد الحركة قدر الإمكان المحافظة على المفصل، لكن غير محبزة إنه الجلوس لفترات طويلة. من الرياضات المفضلة وقت اللي بيكون المرض هاجع لإعادة ما تأذى من المفصل وإعادة الحركية له البايسيكل، الدراجة الهوائية، والسباحة من أفضل العلاجات الرياضية للمفصل. هل المعالجة الفيزيائية دكتور كمان بتلعب دور بهذا الموضوع؟ يعني المعالجة الفيزيائية، عفوا، المعالجة الفيزيائية تنطوي تحت هذا الموضوع أكيد، يعني مهمة كتير، لأنه وقت اللي بيصير في إصابة بمفصل رح يتلوه نحول أو ضمور بالعضلات الغير مستخدمة، لذلك المعالج الفيزيائي لتقوية هاي العضلات المحيطة أو القريبة من المفصل كتير ضرورية أكيد من ضمن العلاجات المهمة والمقترحة بهذا المجال. دكتور، كتير من السيدات بيسألوا بعد فترة العلاج هل سيحظى الطفل بحياة طبيعية بعد مرحلة البلوغ ولا لا؟ طيب يعاني كل عمره؟ هلا في الأمراض كمان حسب الأنماط ممكن تعمل هجوع تام، إحنا بهيك أمراض ما بنتحدث عن شفاء، مثل مثلا التهاب اذن وسطى معروفه جرثومه عالجناها شفي بشكل شفاء تمام، بنحكي عن هجوع. هذا الهجوع ممكن يستمر لاشهر لسنوات او طيله حياه الطفل، صراحه تختلف من طفل لاخر، ما بنقدر نقول انه هذا الطفل رح خلص ما عاد يجي اعراض نهائيا، اذا ممكن يكون هجوع دائم. ممكن حسب بقى البدء بالعلاج كمان، ولذلك مهم التشخيص الباكر، إذا بدأنا باكرا نسبة العجز أو التحدد الحركي للطفل بتكون بأقل، لكن الطفل بيجينا بمراحل متقدمة أكيد ما رح نقدر نرجع له مفاصله مثل ما كانت قبل المرض. كنا عم نحكي على العلاقة دكتور بين التهاب اللوزتين والروماتيزم عند الأطفال، كثير احيانا بتختلط الامور عند، ما رح نقول عند الاطباء، عند الاهالي، وبيلجؤوا نحن للطبيب ل يعرفوا هذا الشيء، واحيانا يعني اذا ما كان في تحاليل خلينا نقول طالبه الدكتور صحيحه ممكن تختلط عند الطبيب احيانا. شكرا كثير لك لهذا السؤال لانه كثير مهم، ومعلش باعتذار من كثير اطباء، ممكن خطا من قبل اطباء او ثقافه بعض الصيادله الاطباء اللي ورسوها للاهالي بهذا الموضوع. ليس كل روماتيزم بين قوسين اللي هو شائع بين الناس هو ناتج عن التهاب اللوزات، في عندنا شيء اسمه روماتيزم حاد وروماتيزم مزمن، يعني التهاب مفاصل شبابي هذا المزمن اللي حكينا عنه خلصنا عنه، التهاب المفاصل الحاد او الروماتيزم الحاد اللي ما يسمى الحمى الرثويه هذا ناتج تالي بآلية مناعية عن التهاب اللوزات اللي بيتلو التهاب اللوزات باثنين لثلاث أسابيع تقريبا. لازم ننتبه كتير منيح، مو كل التهاب لوزات بيعمل روماتيزم، وليس كل ارتفاع آسله هذا الناتج عند الناس كل ارتفاع آسله هو عبارة عن 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 روماتيزم ويجب استئصال اللوزات، هذا خطأ شائع كتير، هو عبارة عن التهاب بلعوم او لوزات بالعقديات تعرف عليه الجسم فارتفع التحليل، اذا التحليل المخبري ما بيشخص وانما هو عباره عن مجموعه من المعايير المخبريه والسريريه لتشخيص هذا الموضوع، اذا موضوع مختلف تماما هو التهاب حاد ناتج عن التهاب اللوزات، طبعا في نمط بيشبهه بسيط اللي بنسميه بوست انفكشن او بوست ستريبتوكوك، التالي للعقديات بتكون الفتره اقل والمعايير مختلفه قليلا، لكن ضمن المجال نفسه من الروماتيزم الحاد. اكيد دكتور متشكرك كثير، متشكر وجودك معنا، واكيد بنتمنى الشفاء لكل الاطفال أكيد. المرضى أكيد. شكرا لكم وشكرا لاستضافتكم. اهلا وسهلا فيك دكتور.